عجبتني ديال الاخر العسل غيساوي ان خصنا نطلعوا هاد الناشئه هادي اللي طالعه على من الاول يطلعوا والأنشطة اللي ديت عدة أنشطة من الأنشطة ديال فاس اللي مشينا حضرنا فيها الندوة ديال العلمية فاس والمحطة الكبيرة اللي كتشتغل عليها التكتل الدولي هي محطة محمد الغزلان. محمد الغزلان هي هذه نقطة هذه محطة مهمة هي اللي كتشتغل عليها دائما وبها باش برزت هي المشاركة ديالنا في الذكرى لبيع القبائل الصحراوية محمد الخامس تما في الحدود ديال في محمد الغزلان. مشينا واحد الوفد كبير كيتكون من 29 واحد وجبرنا معاناة في الأول ما بغينا ننطلقوا لأن باش تكون في راسكم اللي باغي يدخل المنظمة هذا عمل تطوعي محض كل شيء من جيابنا زيرو درهم كنمشيو بها راه مشينا من العرايش الى تل الحدود ديال الجزائر ولكن مين مشينا الارض اللي كتكون محتضنة هذا النشاط هي اللي كتكلف كل شيء هاد البلاد هادي تكلفتنا بالاوطيلات بالتغذيه ممتازه الاوطيلات بخمسه النجوم الدراري اللي مشاو معنا راه كاينه منهم فاطمه مشات حاضره معنا والناس اللي مشاو معنا غايبين دابا لان عندهم التزامات ومخيمات السيده هي مشات معايا محمد الغزلان. كيف كانت المشاركه؟ المشاركه العرايش احتلت المرتبه الاولى على الصعيد 21 دوله العرايش خدات المرتبه الاولى وخدينا 26 رساله ديال الشكر من السلطة يعني السلطة العرايش احتلت المرتبة الأولى على الصعيد الدولي والوطني هي المرتبة الأولى لأن المشاركين اللي كانوا تما حنا هي العرايش الوفد اللي مشى من العرايش مع الوفود اللي كانت تما حنا احتلينا لا العرايش العرايش احتلت كنت تقول الدولي كتهضر على فرنسا كتهضر على بلجيكا كتهضر على واش فرنسا كانت تما حضرة كانوا الدول مختلفين بزاف يعني ديال الدول يعني مشاركة المغاربة اللي هما جاو حاضرين ممثلين الدول ديالهم العرايش احتلت المرتبة فاش احتلت المرتبة الأولى الزي ديالها الزي ديالها الإندام ديالها في اللباس ديالها في الأنشطة ديالها هادو خلينا نخرجوا حنا الفولكلور ديال العرايش فهمتي مهتمة يعني دار واحد المجهود هذا اللي بغينا نقولوه يعني باختصار شديد نشاط واحد نشاط واحد يمثل سنة الفضل هو ان الجمعيه داك الساعات المحطه الاولى الولايه ديالها الاولى ما كناش عندنا الحق باش نديو الدعم لان عاد كانت فاتيه الجمعيه التاسيس ديالها كان فاتيه كانت عاد في العام ديالها الاول ما كانش يمكننا نديو الدعم ولكن المجلس البلدي السابق والعماله السيد العامل والسيد الكاتب العام هما اللي كانوا وقفوا معنا والسيد البرلماني السي محمد السيمو ديال القصر الكبير هما اللي ساعدونا وشجعونا اننا باش مشينا وفروا لنا كل شيء الحمد لله والمهم كانت مسيره موفقه اللي كنتمنى ان شاء الله في المحطه القادمه زعما تكلل عاوتاني بالنجاح ولكن ديروا في راسكم اي محطه اي محطه بغينا نمشيو ليها في المغرب راه كنمشيو لها من مالنا الخاص وما خلعكمش واش ولكن لا جرينا ها هي فاطمه معايا تزاي حب الوطن تزاي تزاي هاي السيده دارت الزي من عندها وكل شيء والزي تبقى منا غالي فوق 200 فرنك شكرا لاله فاطمه لها حنا فرحانين وباغيين نزيدو نديرو كثار شكرا شكرا لاله فاطمه كنشكرو